السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفاتي. وصفتنا اليوم ان شاء الله غتكون عباره عن بريوش بالياغورت واللبدانون. وكما العاده قبل ما ندوزوا الوصفه ما نصوش الصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وكذلك حاب نذكر لكم بني عندي واحد القناه جديده كنبان فيها انا والاخ ديالي، كنقدموا فيه واحد المحتوى رائع، اليوميات وكذلك الطبخ. نتمنى ان شاء الله تدخلوا القناه وتدعموني، غنخلي لكم رابط اسفل الفيديو. واذا دخلتوا ما تنساوش تخليوا لي تعليق زوين وتقولوا بني راه جيتوا من مطبخ وصفاتي، غتفرحوني بزاف. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم المحتوى اللي غنقدمه. ودابا خليكم مع الوصفه وكيفيه التحضير. بسم الله على بركه الله. في المقادير غنحتاج جوج ديال الكؤوس ديال الحليب اللي كيكون دافي ما يعادل 300 مللتر. وبالنسبه للسخونيه ديال الحليب فهي كتبقى على حسب الجو، الا كان كاين جو بارد الحليب كيكون عندنا سخون شي شويه، وكذلك كنكثروا في الخميره. كان الجو كيا سخون كنقلوا في الخميره والسوائل كيكونوا غير دافيين. ملعقه ونصف ديال الخميره، انا هنا استخدمت خميره الفوريه يعني الخميره حبيبات، وانتم كديروا داكشي اللي متوفر عندكم. وكما ذكرت لكم من قبل بالنسبه للسخونيه ديال الحليب وكذلك الكميه ديال الخميره فهي كتبقى على حسب الجو. كيس ديال السكر فانيلا ولا النكهه ديال الفاني من وزن 7.5 غرام، حبه ديال البيض، معلقه صغيره ديال الملح. بالنسبه للملح كتبقى على حسب الذوق. كاس غير مملوء بالسكر سنيده ولا سكر حبيبات يعني الكاستر هنايا ما يعادل 100 غرام، ومعلقه كبيره ديال الخل. بسم الله. وهنايا غندمج العناصر بشكل جيد وغنبدا نضيف الدقيق. بسم الله على بركه الله. دابا غنبدا نضيف الدقيق ولا فارينه. بالنسبه للكميه فانا غنحتاج 7 ديال الكؤوس ما يعادل 700 غرام. ومنين نكونوا كنعمروا الكؤوس كنعمروهم غير بالملعقه، يعني كنهزوا هكا بالدقيق وكنضيفوا في الكاس، ومنين كيعمر الكاس كندوزوا هكا بالاصبع ديالنا هكا باش غيخرج معكم القياس. وفي الاخر ان شاء الله غنوريكم الخليط، لانه دائما كيكون كاين اختلاف معلقه ديال الدقيق ولا جوج زايدين ولا ناقصين، لانه كيكون اختلاف في النوعيه ديال الدقيق وكذلك في الحجم ديال البيضه اللي كنديرو. انا فقط كنقربكم شويه من المقادير. والقوام كنشوفوه بالعين ديالنا ان شاء الله في الاخر. بسم الله على بركه الله. وغنبدا بالعجن. كما لاحظتوا معايا فانا ضفت 6 ديال الكؤوس، وواحد كنحتفظوا بها كيحدانا لانه واخا كيكونوا المقادير مضبوطين كنضيفوش الكميه ديال الدقيق كامله. وبالنسبه لهاد العجينه ما كندلكوهاش، فقط كندخلوها كي العناصر في الاطراف ديال الاصابع، يعني غير كنعجنوها ما كندلكوهاش. وهنايا كما كتلاحظوا معايا بعد ما دخلت الكميه ديال الدقيق اللي كنت ضفت في الاول، غنبدا نضيف غير شويه بشويه، يعني ما كنضيفش الكاس كامل. في الاخر كنبداو نضيفوا المقادير غير شويه بشويه باش هكا كنتحكموا في الخليط. وفي هذه المرحله كما كتلاحظوا معايا غنضيف معلقه كبيره ديال الزبده ما يعادل 70 غرام. وبالنسبه للزبده من الافضل تكون هكا درجه الحراره ديال المطبخ. بالنسبه للزبده اللي استخدمت فانا استخدمت الزبده ديال الطاسه، يعني الزبده الطريه. وكنكمل بالعجن. وبالنسبه لعجينه هاد البريوش اللي غنحضر معكم اليوم، ما خصهاش تكون عجينه خفيفه بزاف لاننا غنخدموها، وكذلك ما خصهاش تكون قاصحه بزاف. لهذا كما ذكرت لكم من قبل بالنسبه للكميه ديال الدقيق ممكن ندخلوا الكميه كامله، وممكن يبقاو لنا كي جوج معالق ولا نزيدوا جوج معالق، كيبقى متعلق بالحجم ديال البيض وكذلك بالنوعيه ديال الدقيق. في الاخر كنبقاو نضيفوا الدقيق غير شويه بشويه وحنا كنجمعوا في العجينه حتى غنحصلوا على القوام اللي باغينو. العجينه ما كتبقاش تلصق في اليد في الاخر، يعني عكس البريوشات اللي كنحضر معكم دائما كتكون عجينه خفيفه. وهذا هو القوام ديال العجين كما كتلاحظوا معي، العجينه طريه وفي نفس الوقت ماشي خفيفه بزاف، كتكون على هذا الشكل. اما بالنسبه للكميه ديال الدقيق كما ذكرت لكم في الاول جوج معالق كيبقاو ناقصين ولا زايدين، كيبقى هذا متعلق بالحجم ديال البيضه. انا درت هنايا بيضه صغيره شويه، وكذلك بالنسبه للنوعيه ديال الدقيق الا بدلناها كيكون كاين الاختلاف، لهذا بقاو لي هنا تقريبا جوج ديال المعالق. وهكا في المجموع غنكون دخلت 6 ديال الكيسان وواحد قال 4، يعني تقريبا 675 غرام. وهذا ما كيعنيش غندخل لكم نفس الكميه، لانه دائما كيكون كاين الاختلاف. انا كنبغي نعطيكم المقادير مضبوطه، لهذا الحجم ديال البيضه اللي كان كبير وكذلك النوعيه ديال الدقيق مختلفه، اما غتزيدوا هاد المعالق ولا غتنقصوهم، يعني كيبقى على حسب النوعيه اللي درتو. وبالنسبه للعجينه يعني خاصها تكون عجينه رطبه وفي نفس الوقت ما كتكونش عجينه قاصحه بزاف وما كتكونش خفيفه بزاف. نتمنى ان شاء الله تكون شرحت لكم بشكل جيد باش هكايا ملي ديروا الوصفه تنجح معكم ان شاء الله. وهنايا غندهنوا العجين بشويه ديال الزيت غير قليل، ومن بعد غنغطيها بقطعه ديال البلاستيك وكذلك بقطعه ديال الثوم نخليها حتى تختمر يضاعف الحجم ديالها، ونرجع معكم ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. من بعد ما اختمر العجين وضاعف الحجم ديالو كتلاحظوا معايا، غنحتاج هنا شويه ديال الزيت نباتي حول كاين هاد الاطراف ديال الاصابع، شويه ديال الزيت، ومن بعد كنخويو العجين من التخمرات.
بسم الله. دابا غنبدا نقسم في العجينه. بالنسبه للعجينه غنقسمها ل 8 ديال القطع، ومن بعد ان شاء الله غنزيد نقسمها. المهم تابعوا معايا وغتشوفوا ان شاء الله جميع المراحل. كنقسموها كامل العين ديالنا، ولا عندنا كشي كويره صغيره كنزيدوا فيها العجين حتى كيوليو هكايا الكويرات مقاربين. بسم الله. كما كتلاحظوا معايا بعد ما كورت العجينه وقسمتها ل 8 ديال القطع، دهنتها بشويه ديال الزيت. دابا غنغطيها بواحد القطعه ديال البلاستيك ونخليها ترتاح لمده 5 ديال الدقائق باش هكا ملي نجيو نشكلوها تشكل معنا بكل سهوله، يعني العجينه كتكون رتحه. بسم الله على بركه الله. من بعد ما ارتاح العجين كما ذكرت لكم كنخليوه 5 ديال الدقائق. بسم الله. نبدا نسرح العجينه بالمدلك ولا بالحلال. وبالنسبه للقطعه ديال العجين حنا كنسرحوها وحنا كنقادوها كامل الجوانب على هذا الشكل. وفي هذه المرحله غنحتاج لدانون ولا الزبادي ولا الياغورت، فهو عنده بزاف ديال الاسماء، اللي كيكون بدون سكر يعني طبيعي، وكذلك ممكن ديروا النوعيه اللي حبيتوا، يعني ماشي بالضروره ديروا نفس النوع اللي درت انا، فقط النوعيه اللي غديروا تكون بدون سكر يعني تكون طبيعيه. بسم الله. نجيب الشيته ولا الفرشه ونبدا ندهن بحال هذا الشكل. بالنسبه لهاد الدانون ولا الياغورت فهو كيخلي البريوش ديالنا يجي متفخ ومفشفش من الداخل ورطب، لهذا ننصحكم تجربوا بهذه الطريقه لانه فعلا كيجي مختلف على البريوشات اللي كنحضروا دائما، كيجي قمه في الروعه. وهكا كنحضروا يعني اشكال مختلفه. وبالنسبه للكميه ملي نكونوا كندهنوا ما نديروش واحد الكميه كثيره، نديروا غير القليل فقط بحال هذا الشكل، يعني فقط كندهنوها. وهنايا غنجيب جراره ولا القطاعه، وكذلك ممكن ديروا السكين ونقطع العجينه في النص بحال هذا الشكل. ومن بعد غنبدا نشكلها شريطه. بالنسبه للقطع نديرهم غير عشوائيا. بسم الله. ونجي لهاد الطرف ونبدا نلف، وهذه هي القطعه كتجي على هذا الشكل. كذلك غنلف القطعه بنفس الشكل. وهنايا عندي الطاوه ولا الصينيه اللي غندخلها للفران، ندير واحد الزلافه في الوسط. كذلك ممكن ديروا المقله يعني الفراح اللي كنديروا فيه المسمن، فقط خصو يكون كبير شي شويه يعني ما يكونش صغير. ندهنوها غير بشويه ديال الزيت. بالنسبه للعجينه هاد الطرف هذا كنديروه من جهه السلافه، وهذا اللي كنكونوا محرفينه من الوسط كنديروه من جهه الحيط ديال القالب على شكل. بنفس الطريقه دائما كنسرحوا القطعه ديال العجين بالمدلك، وبنفس الطريقه كنبداو ندهنوا، يعني دائما كنديروا غير القليل كنديروش بزاف. بالنسبه للعجينه من الافضل ما تخرجوش حتى الطرف، يعني بقاو غير في الطرف ما تخرجوش برا. بالنسبه للجهه اللي ذكرت لكم اللي خاصها تكون من جهه الحيط ديال الطاوه هي هذه، وهذه كنديروها من جهه الزلافه. وشكل هاد التقطيعات هادو اللي كيكونوا مقادين كيجيونا كاين فينين، اللي دائما كنخدموها كاين بالعين ديالنا. بالنسبه للقطع غير كنحطوهم هكايا غير عشوائيا، وفي الاخر ان شاء الله غنبداو نساووهم حتى غيتهزوا لنا القطع اللي عندنا كاملين. وهنايا في الاخر كما كتلاحظوا معايا كنبداو كنساوي العجينه ونحطوا داك القطع اللي بقاو لنا، كنحاولوا كنجيبوا العجينه مقاده على القالب كامل. وبالنسبه للعجينه تبارك الله راه باغي كتختمر لان الجو سخون. بالنسبه للقطع اللي درناها في الاول فهما بداو كيختمروا. وبالنسبه للقطع فانا عندي هنايا 14 قطعه لاني احتجت 7 ديال القطع ووحده كبيره غنخليوها في الوسط. دائما كنديروا هكا شويه ديال الزيت وعاد كنسرحوا العجينه. بسم الله. وبنفس الطريقه كندهنها بشويه ديال الياغورت. بالنسبه للكميه كما ذكرت لكم ما كنديروش بزاف كما كتلاحظوا معايا. بالنسبه للعلبه فانا ما درتهاش كامله، يعني تقريبا النص غير كندهنو فقط. وبالنسبه لهاد القطعه هذه ما غنقسمهاش، فقط غنجي هكا للطرف وغنشكلها على الشكل. كذلك نسيت ما ذكرت لكمش بالنسبه لهاد البريوش، الا حبيتو كي ديروا له الشوكولا من الداخل قطع ديال الشوكولات ديروا له من الداخل هكا طريفات، ولا شوكولا حبيبات كما حبيتو. انا اكتفيت فقط بهاد الياغورت، وانتم كيبقى لكم اختيار. وغير كاينه كي اطفال كيعجبهم داك القطع ديال الشوكولات اللي كيلقاوهم من الداخل، وكذلك الناس الكبار، ولكن انا فضلت نديروها كي بلا شوكولات، وانتم كتبقى على حسب الرغبه ديالكم. وداك الطرف كنخليوه في هاد الجهه يعني في الجهه التحتانيه. وهنايا غنجي لهاد الطرف هذا وغنبدا نلف. بالنسبه لهاد الحلقول ما كنهزوش كنخليوه في بلاصتو
وكان بدو أكلف بعدين العجين. هالشكل. وهنايا غنجيب الصينية ديالنا ونخبط هاد الزلافة شي شوية، نجيب هكا شي معلقة ولا سكين وكنهزوها. بسم الله. وهاد الطرف هذا كنجيبو هنايا في البصل ولا في الأسفل وكنوضعو القطعة، ومن بعد كنحاولو كنساوو القطع كاملين. خصنا نجيبو مقية خارجي، الجينة شكا قطعة داخلة وقطعة خارجة. بالنسبة للجينة فهي ملي غختمر يعني غتساوى مع بعضها، لهذا بلا ما تخافوا منها، فقط دهنوا كاين الأطراف ديال الأصابع ديالكم شوية ديال الزيت وساويوها. وطبعا غنغطيها بواحد القطعة ديال البلاستيك وكذلك قطعة ديال الثوب، نخليها حتى تختمر يضاعف الحجم ديالها. نرجع معكم إن شاء الله. بسم الله. بعد ما اختمر العجين وضاعف الحجم ديالو، عندي هنايا صفار بيضة وكذلك بقالي شويه ديال دانون ولا الياغورت كما ذكرت لكم، فانا ما درتش الكميه كامله، تقريبا بقالي النص. غنضيف معلقه صغيره على صفر ديال البيض. بسم الله. ودابا غندهن البريوش بالبيض، كما كتلاحظوا معايا فهو كيتضاعف الحجم ديالو ما شاء الله. ملي نكونوا كندهنوا نحاولوا كندهنوا غير بشويه باش ما نتزعناش من الخميره، يعني ندهنوا غير بشويه بشيته. من بعد ما دهنت البريوش بالبيض دابا غندخلوا الفران اللي شعلته من قبل. بالنسبه للفران كنسخنوه مسبقا، كندخلوا البريوش للفران كنحطوه في الجهه الفوقانيه بحيث كتكون النار من التحت، ومن بعد كنسدو عليه كنخليوه لمده 30 دقيقه يعني نص ساعه، ما كنحلوش على الفران نهائيا هكا باش كياخذ حقه من الطياب وينتفخ. بالنسبه لطياب هذا البريوش ملي كيبان كيتحمر من الجوانب وكذلك كيبان فيه التحمر من الفوق، كيبقى غير شي شويه ملغوص هكا كنعرفوه بلي راه تحمر من التحت. المهم نتمنى ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم بزاف، ولكن ضروري خصني نشرح لكم بشكل جيد، لان كاين ناس مبتدئين كيحضروا كاين الوصفات لاول مره، بغيناهم ملي يحضروا الوصفات نجح معاهم. المهم دابا غندخل البريوش الفران، خليه 30 دقيقه ومن بعد كنقرقه بشكل عادي يطيب البريوش. نرجع معكم ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. وهذا هو البريوش من بعد ما خرجته من الفران. دابا نجيب واحد السكين ونتاكد كاين في الجوانب واش لاصقين. بسم الله. من بعد ما دوز السكين في الجوانب كنتاكدوا بحال هذا الشكل يعني كنخبطوه، ومن بعد كنجيب واحد الصحن ولا طبسيل. بسم الله. بسم الله. هذا هو الشكل ديالو كما كتلاحظوا معايا، كيجي محمر ومنفخ وكذلك كيجي رطب بهذا الشكل. كما ذكرت لكم كنخليوه حتى كيبان فيه التحمير من الجهه الفوقانيه، يبان لنا غير شويه البيوضيه بقات في الوسط، وعاد كنهبطوه الجهه التحتانيه يكمل الطياب ديالو هكا باش كنتاكدوا بلي راه طاب من التحت. بسم الله. بسم الله. وهنايا غندهنوا بشويه ديال النباج، وكذلك ممكن ديروا الكوفيتير ديال المشمش يعني المربى ديال المشمش. بسم الله على بركة الله. وهذا هو البريوش اللي حضرت معكم اليوم، ولا البريوش الدانون ولا الياغورت، كيجي قمة في الروعة. بالنسبة للتزيين فهو كيبقى على حسب الرغبة، إلا حبيتو كيديرو له شوية ديال الكاوكاو يعني الفول السوداني، ولا اللوز إيفيلي، ولا شوية ديال جوز الهند، كيبقى على حسب الرغبة ديالكم. أنا غنخلي غير هكايا، غنكتفي بهاد الزخرفة اللي فيه. بسم الله. ودابا غنشوفو الوصفة كي جات من الداخل، كما عودتكم دائما خصنا نشوفو القوام ديالها. بسم الله. وهذه احبائي كانت وصفتنا اليوم ولا فكرتنا اليوم، بريوش بالياغورت ولا بدانون، كيجي قمه في الروعه. نتمنى ان شاء الله تجربوه، الا جربتوه تاكلوه نتوما وليداتكم بالصحه والراحه. لا نبقى لي الا نودعكم، واذا عجبتكم الوصفه كما العاده ما نساوش شاركوها مع الاهل والاصدقاء. اذا كنتو جدا مرحبا بكم في مطبخ وصفاتي، اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا دائما كل جديدي. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر وصفه ثانيه. مع السلامه.